الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجديد. ناس كتير من أول ما حلف اليمين ونزل التجريح فيه، وكلام يبدو غير منطقي عنه وعن حياته ومسيرته التعليمية والمهنية، لكن هل يا ترى الحقيقة فين؟ خلينا نعرف الأول إن الدكتور محمد عبد اللطيف من أسرة مصرية عريقة خدمت بلدها بشكل كبير. جده هو المشير أحمد إسماعيل، القائد العام السابق للقوات المسلحة ووزير الدفاع خلال حرب أكتوبر، ووالدته الدكتورة نرمين إسماعيل صاحبة مجموعة مدارس نرمين إسماعيل الدولية. غير خلفيته الأسرية فهو ليه خبرات تعليمية تقيلة، كان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجلس إدارة شركة أدفانس التعليمية، واللي تخصصت في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية في مصر والشرق الأوسط منذ سنة 2021، وكمان عضو مجلس إدارة شركة فيرجينيا للحلول التعليمية، ودي شركة مقرها الولايات المتحدة وبتعمل في مجال إدارة تطوير التعليم في المجتمع الدولي من سنة 2010، وعضو مجلس إدارة مجموعة مصر 2000 اللي بتعمل في مجال إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت التعليمية في مصر والشرق الأوسط من سنة 2003، والرئيس التنفيذي لمجموعة مدارس NIS واللي بتضم مدارس اللغات الإنجليزية والفرنسية بالإضافة للمدارس الأمريكية والبريطانية ومدارس البكالوريا الدولية، وعضو مجلس إدارة شركة المستقبل الدولية واللي بتشتغل في مجال إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت التعليمية من سنة 1995. وفي سبتمبر 2015 كان الدكتور محمد عبد اللطيف قائد لست خبراء تعليم مصريين، كانوا جزء من لجنة بتضم خبراء من مختلف أنحاء الولايات المتحدة لتقييم مدارس مقاطعة أورنج، واللي بتعتبر واحدة من أكبر 10 مقاطعات أمريكية، وكانت المرة الأولى اللي بيعمل فيها خبراء غير أمريكيين كعنصر في اعتماد المدارس داخل الولايات المتحدة. غير كده فعبد اللطيف شارك في أنظمة تعليمية مختلفة من سنة 1999، قدمت خدمات تعليم دولية زي الشهادات الأمريكية والبريطانية IG وزي البكالوريا الدولية، بالإضافة لنظام التعليم الوطني باللغتين الإنجليزية والفرنسية. الدكتور محمد عبد اللطيف لرؤية تعليمية مستقبلية مختلفة ومتميزة، بتقوم على إن الطلاب لازم يدركوا إن العالم قرية صغيرة، وإنك ما ينفعش تبقى عايش في البلد ومنغلق على نفسك، بالعكس لازم يكون في تواصل مع الثقافات المختلفة، وإنه هيعلم الطلاب إزاي يعملوا ده، ودي ممكن تكون من أهم النقاط اللي ناقصة لطلابنا حالياً، فكرة الانفتاح على العالم. وكمان اهتمامه الأول والأخير هو إعداد طلاب قادرين بشكل كبير على خدمة بلدهم في مجالات مختلفة، سواء أطباء أو مهندسين أو محامين. وبناءً على هذه الرؤية أشرف على تصميم تطبيق موبايل اسمه عشتار للتعليم الإلكتروني، وده كان متاح لأي طالب بشكل مجاني لمدة سنتين، واشترك فيه 1.5 مليون طالب. الحقيقة عبد اللطيف أرجع الفضل في معظم اللي هو عليه لوالدته الدكتورة نرمين إسماعيل، بيقول إنه سافر أمريكا وهو عنده 13 سنة، وهناك اتعلم تحمل المسؤولية، إنه لما رجع مصر كمل وقرر يتخصص في مجال التعليم، وقف على كتف عمالقة، يقصد هنا والدته واللي ساعدته بشكل كبير. يعني في النهاية إحنا قدام وزير صاحب رؤية وصاحب خبرات تقيلة في مجاله، وكمان صاحب مبدأ، وبناء على كل ده متوقعين منه طفرة في نظام التعليم المصري.